السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد يا جماعة. جايبين جي ام 5000 اللي هو البلوتوس. طقم الصوت ده طالع الشرقية بإذن الله بكرة، تمام. ده جي ام اللي هو 5000، دول جوست وتراكس. سماعات بيونير من الاصل. في ناس بيجوا يتكلموا يقولوا لك مثلا طقم السماعات، ما في طقم سماعات ارخص من كده، او انت بتغلف طقم الصوت ليه؟ لان طقم السماعات اللي انا بجيبه لك ده المغناطيس الكبير مش المغناطيس الكينز، تمام. والسماعه اللي هي فيها تويتر البيونير الاصلي. في بيونير تقليد، في بيونير تقليد، تمام. بس احنا بنجيب الاصل عشان خاطر برضو ان الحاجه بتبقى طالعه في وشنا احنا. وده محكم للصوت لو انا عايز الغي الريموت، او بمعنى اصح يبقى مع الريموت. خلي ده في جنب كده لوحده. وده الفلتر الاصلي. تحياتنا للشرقية وناس كل الناس اللي في الشرقية وفي كل البلاد اللي بتجيلنا من آخر الدنيا بإذن الله. تعالوا بقى ما نشوف هنخرم الفلتر ده ازاي، وهنكون في السريع النهارده في الفيديو ده، تمام. فك جميل.
كويس كده. واحد يجي يقول لي حط لها الزير، هي ماسكه نفسها دلوقتي وانا قفلت عليها بالمكان الكليبس بتاعها، قفلته على السلك بعد ما ربطته كويس، قفلت على السلك بتاعها تمام. بقت دلوقتي بقت حبيبت بعضها هنا تمام. تقوم ارجع برضه اقفل عليا هنا اهوت بس فكر بالزر.
بص هنا بقى يا باشا، فينا ايه؟ طقم السماعات بالسلوك بتاعته، طفينا عليها بالشمع. مش هنكتر كتير في الكلام، بس اللي عايز معلومة أو يفهم المعلومة ملك لك يا رب. طبعا انتظروا بقية الفيديو بإذن الله، هنزله لكم في الحلقة الجاية، عشان بس وقت الفيديو. واللي كمل معاه الفيديو يا ريت يبعت لي رسالة انه كمل الفيديو للآخر واستفاد من الفيديو ده.